هذا التطوير ينطلق من عالمية رسالة الأزهر الشريف عبر توظيف كافة قنوات الاتصال الحديثة وبخطط مدروسة تخاطب العالم بروح العصر وتستأصل الفكر المتشدد من بذوره. وترتكز هذه الاستراتيجية على ما يلي: أولاً، انطلاقة قوية على صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الملايين حول العالم، ولعلكم تلاحظون الآن أن هناك انطلاقة قوية وبوتيرة متسارعة للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة الفكر المتطرف. ثانياً، إطلاق عدة برامج تلفزيونية دينية واجتماعية لأول مرة خلال شهر رمضان المقبل لشباب دعاة الأزهر الشريف، يقدمون فيها محتوى اجتماعيا ودينيا وبأسلوب جديد يأنس إليه الشباب ولغة بعيدة عن التقعر والتعقيد. كما يشارك أساتذة وعلماء الأزهر في أكثر من برنامج في محطات تلفزيونية وإذاعية مختلفة حول العالم. ونؤكد استمرار هذه البرامج الشابة بعد شهر رمضان لتحقيق التواصل الدائم مع الشباب. عصرة جديدة وتدشين مراكز إعلامية عالمية مجهزة بكافة الإمكانات التقنية والتكنولوجيا الحديثة. خامساً، إطلاق مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية أونلاين بلغات عدة يتولاها علماء متخصصين في الأزهر الشريف للإسهام في القضاء على فوضى الفتاوى وتصدر المجترئين على فتاوى القتل والتكفير والتفجير واستباحة الدماء المعصومة. سادساً، انطلاقة جديدة لبوابة الأزهر الإلكترونية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية وبتصميمات جاذبة من شأنها تسهيل عملية تصفح مواقع الأزهر المختلفة. سابعاً، تطوير صحيفة صوت الأزهر من حيث الشكل والمضمون لتكون صحيفة لكل المصريين تهتم بالشأن الإسلامي المحلي والعالمي وتواجه الفكر المتطرف، على أن يتم توزيعها عبر السفارات ومكاتب الرابطة العالمية لخريج الأزهر في كافة دول العالم. ثامناً، إطلاق قناة الأزهر الشريف خلال العام الجاري لتكون صوت الأزهر الوسطي إلى العالم، ودعمها بمجموعة من شباب علماء الأزهر لنشر الوسطية والسلام ومواجهة الفكر المتطرف. تاسعاً، إصدار كتب متخصصة في تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على الفكر المنحرف مع نشر عيون التراث الأزهري في القديم والحديث. عاشراً، وضع خطة محددة للتواصل مع كافة فئات المجتمع من خلال عقد لقاءات مكثفة في الحدائق والمقاهي ومراكز الشباب تستهدف الشباب المسلمين. وأخيراً، أود أن أعلمكم أنه جار الآن إنشاء مدينة سكنية جامعية متكاملة للوافدين بالقاهرة الجديدة تتسع لأكثر من 40,000 وافد ووافدة من أكثر من 110 دولة حول العالم، بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، جزاه الله خيراً عن خدمة الإسلام والمسلمين. وهذا الدعم كان قد بدأه المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. بالإضافة إلى إنشاء مكتبة عالمية للأزهر الشريف